صاحب السمو، أيها الجمع الكريم، الكلمة الآن لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فليتفضل محفوفا برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتحية مباركة مضوعة بعبق الإيمان، مضوخة ومضمخة بعبير هذه اللقاءات المباركة التي تتوج بشرف المكان في بيت الله الحرام وشرف الزمان في شهر رجب، وفي استقبال شهر رمضان المبارك، وبشرف المغزى والمعنى والرسالة التي تقدم في هذه اللقاءات المباركة. صاحب السمو، ثمرة توجيهاتكم الكريمة في إقامة هذا المشروع الرائد العظيم كيف نكون قدوة، أحييتم في النفوس الاهتمام بهذه القضية العظمى، ألا وهي قضية القدوة والأسوة، والاهتمام بها من قبل المسلمين جميعاً، لا سيما من أبناء هذه المنطقة مكة المكرمة الذين يستقبلون ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين. وأحسب أن الله اصطفاكم وشرفكم بإحياء هذه السنة العظيمة في نفوس أبناء هذه المنطقة. وموضوع القدوة هو موضوع قامت عليه الشرائع كلها، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأنبياء والرسل والمصلحون والعلماء والعظماء عبر التأريخ هم القدوات، هم رموز القدوة لكل الناس جميعا. ولهذا فقد عني القرآن الكريم والسنة النبوية بهذه القضية المهمة. ويأتي ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم وجزاهم الله خيرا، ومنهم أميرنا الغالي الذي وفقه الله فسن هذه السنة المباركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم، ويا بشراكم بهذه المبادرات والمشروعات المباركة. ملتقى مكة الثقافي في تعزيز جوانب القدوة كان له حراك فاعل وبرامج موفقة ونشاطات مسددة في شتى المجالات في غرس القدوة في نفوس أبناء هذه المنطقة. وتأتي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي ضمن الأجهزة التي تشرف بالاهتمام بهذا المشروع المبارك، فأعدت له خططاً موفقة مسددة من خلال توجيهاتكم الكريمة.
وبرامج متنوعة ومبادرات مباركة كلها تقدم لتعزيز القدوة في نفوس العاملين في الحرمين الشريفين ليمثلوا الصورة المشرقة والأنموذج المشرف لأهل هذا الدين ولهذا الدين في وسطيته واعتداله وعنايته بالقيم، وأيضاً كلمة وأيضاً بإعزاز الأخلاق والمثل والصورة المشرقة لأبناء المملكة العربية السعودية الذين شرفهم الله بهذا العمل الجليل. صاحب السمو منذ صباح هذا اليوم والحراك في ورشات العمل وحلقات النقاش المهمة والندوات العلمية المباركة، تفضل أصحاب المعالي والفضيلة في ندوة علمية حول تعزيز القدوة في نفوس العاملين في الحرمين الشريفين، وأيضاً ورش عمل في تعزيز الوسطية والاعتدال لأنها مناط القدوة في تحقيقها في بعد عن مسالك الغلو والجفاء أو التحرر أو الانحلال، في تمسك بهذه الشريعة الوسطية المعتدلة. وكذلك أيضاً من ورش العمل المهمة تسخير الإعلام في خدمة الحرمين الشريفين وإبراز الجوانب المهمة والإنجازات العظيمة التي تقدمها الدولة رعاها الله في الحرمين الشريفين، وكذلك ورشة لإدارة الحشود، وأيضاً في عدد من المبادرات المهمة، ويتنافس أبناء الرئاسة في فرحة غامرة وابتهاج كبير مع سمو أميرنا الغالي المحبوب في رسم هذه الصورة المشرقة والعناية بها، وأيضاً ميثاق الحرمين الشريفين في تعزيز القدوة ليأخذ منسوب الرئاسة والعاملون في الحرمين الشريفين على أنفسهم عهداً أمام الله ثم أمام ولاة أمورهم أن يقدموا الأنموذج المشرف في خدمة بيت الله الحرام، أولاً بالإيمان العميق بهذه الرسالة، ثم أيضاً بالقيم النبيلة، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بحسن التعامل، بالرفق والرحمة بأعظم ضيوف وهم ضيوف الرحمن. وكذلك في تنافس شريف في تقديم منظومة الخدمات المتنوعة في الحرمين الشريفين الإدارية والمالية والعلمية والتوجيهية والإرشادية والفنية والخدمية والمعمارية والهندسية والإعلامية والتقنية وكل ما يحتاجه العاملون في الحرمين الشريفين، كل ذلك بقالب من الدعم اللامحدود من ولاة أمرنا رعاهم الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وأيده، وكذلك سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وبمتابعة واهتمام من سموكم الكريم وسمو نائبكم وفريق العمل الذين يشرفون بالخدمة في بيت الله الحرام من أبناء الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأيضاً من زملائنا رجال الأمن والجهات المشاركة المتعاونة مع الرئاسة في حلقات مضيئة في سلسلة متلألئة في عقد ناصع وضاء يقدم أرقى وأفضل مستوى في الخدمات في الحرمين الشريفين. وهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وطيب ثراه ومن بعده أبناؤه البررة، قد كان لكل منهم إسهامات جلة في خدمة الحرمين الشريفين، فرحمهم الله، رحم الله من مات منهم وبارك في ولاة أمرنا من الأحياء ورعاهم وجزاهم خير الجزاء على ما يقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما. أيضاً يا صاحب السمو تدشنون هذا اليوم
الأفلام الوثائقية التي تقدمها الرئاسة في منظومة خدماتها في بيان الإنجازات والجهود التي تقدم في الحرمين الشريفين، فهناك فيلم وثائقي عن ماء زمزم المبارك الذي انتهى ولله الحمد والمنة مشروعه التأهيلي العظيم التأريخي الاستثنائي الكبير قبل أيام. وهذه ولله الحمد والمنة جهود مباركة لهذه الدولة، رعاها الله وحفظها وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها. سعدنا بكم غاية السعادة في هذا المحفل المبارك في بيت الله الحرام في تقديم شيء من النماذج والمبادرات من أبناء هذه الرئاسة وفق توجيهاتكم السديدة والطموحة والمطورة في كل الأعمال التي تقدم في الحرمين الشريفين. أثابكم الله سمو أميرنا الغالي وجزاكم الله خيراً على ما تقدمون لأبناء مكة المكرمة ولأبناء هذه المنطقة وللحرم الشريف، واهتمامكم به ومتابعتكم لأعماله وتفقدكم دائماً وأبداً، بل ونرى على محياكم صورة الفرح والاستبشار وأنتم تقدمون هذه الخدمات الجليلة لضيوف الرحمن، لقاصدي بيت الله الحرام، للحجاج والمعتمرين والزائرين، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين. أكرر الشكر والتقدير لسموكم، وهذا وسام عز وشرف تمنحونه أبناءكم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتقروا عيناً ولتبشروا وتهنأوا وأنتم ترون ثمرات توجيهاتكم وآثار دعمكم. لا عدمناكم أباً ناصحاً وحاكماً إدارياً وأميراً غالياً موجهاً مسدداً لنعمل بروح الفريق في خدمة البيت العتيق. سدد الله الخطى وبارك في الجهود وجعل الأعمال خالصة لوجه الله الكريم، وحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا، ورد عن بلادنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.